قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع مستحقات الرياضيين من الدفعة الأولى للمستوفية شروطهم، كما تعمل الوزارة حالياً على إنهاء الإجراءات الإدارية للدفعة الثانية ليتم إيداعها للرياضيين. بعد اللقاء التاريخي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واجتماع سموه الاخير للمجلس الاعلى للشباب والرياضه مع الاسره البحرينيه، وضع سموه يده المباركه على ملف مستحقات الرياضيين لحلحله هذا الملف، والذي سيشكل حافزا اضافيا لتحقيق مزيد من الانجازات الرياضيه، حيث تم ايداع المستحقات لاكثر من 400 رياضي مستحق من الدفعه الاولى للمستوفيه شروطهم. هذا الشيء يخليني انا شخصيا اني اذا يوم من الايام افكر في الاحتراف فاليوم هو اليوم المناسب ان جميعنا كمدربين نفكر في الاحتراف الاحتراف كرياضي كمدرب وطني لان اليوم متاكد مع وجود سمو الشيخ ناصر على راس الرياضه هو اللي راح اكيد يحفظ حقوقنا اعطوا مجموعه من من المدربين واللاعبين انا من اللاعبين من المدربين اللي استلمت مستحقاتي قبل كم يوم اللي نزلوها لي بالعكس كنا احنا مستانسين وهذا يعطينا دافع قوي ان احنا نواصل في في ادائنا في عملنا في الانديه وتطوير تطوير احنا نطور نفسنا ونطور الكره في البحرين الرياضيون البحرينيون اصبحوا متعطشين للانجازات بحماسه عاليه نظرا لما يقدمه لهم قائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه والتي ستاتي بشكل مثمر وايجابي لحصد مزيد من الانجازات والارقام تتويجا لعام الذهب. العديد من المستحقين ثمنوا هذه المبادره التي ستعزز المكتسبات الرياضيه البحرينيه. مستحقات اذا كانت لي من سنه تقريبا 2013 بدايه من نادي الرفاع الشرقي مرورا من نادي النجمه ونادي الرفاع. اذا في هناك كلمه تنقال فشكرا لسمو الشيخ ناصر بن حمد على هذه المبادره. شكرا لسعاده الوزير ايمن بن توفيق الميد. صراحه اسعدت واثلجت صدور كل الرياضيين. احب اوجه رساله شكر خاصه لسمو الشيخ ناصر. لحل هالملف هالملف صراحة كان أزمة حق الرياضي في البحرين لأن تبي الصراحة ولا شخص رياضي في البحرين كان عنده تقدر تقول أي أمل أن هالمشكلة بتنحل بهالسرعة يعني يوم عرفت أن رياضيين طالبوا مستحقاتهم حق عشر سنين و عشر سنة ما لقوا لي لي أسعفهم يحلهم هالمشكلة فوقفت سمو الشيخ ناصر وحلل هالملف تقدر تقول راح يدفع الرياضة البحرينية على الأقل على الأقل 200, -200, 200 هو العطاء موجود ما دام شعار الوطن موجود وهو الحافز لنا احنا كمدربين كم ان احنا نشوف لاعبيننا مرتاحين عشان نقدر نعطيهم شويه الجرعات الزياده ويعطونا ازياد في الملعب وهذا اكيد بيعود الى المنتخبات وهذا الاهم يعني الدفعة المعنوية هذه تؤكد على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وحرصه على رعاية أبنائه الرياضيين وهو ما سيساهم في الحصول على العديد من الإنجازات الخليجية والعربية والعالمية التي يطمح لها الشارع البحريني في مختلف البطولات والألعاب الرياضية تنفيذا لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تم إيداع مستحقات اللاعبين للدفعة الأولى لمسوفية شروطهم في مملكة البحرين وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات الدفعة الثانية والتي ستساهم في رقي مملكه البحرين ودفعها للامان في جميع المحافل الرياضيه والعالميه طلعنا في المركز الاخبار تلفزيون البحرين